صبيغ بن عسلة هذا كان من طلاب الخارجي المجرم عبد الرحمن بن ملجم، فذهب لعمر يسأله عن المرسلات عرفة والعاصفات عصفة إلى غير ذلك، وكان الغرض من السؤال هو إثارة الشبه على المسلمين. فلما انتهى عمر من إجابته أتى له بصبيط النخل، جريد النخل، وجلده به بعد أن حلق له شعره على الصفر والزيرو، فقال يا أمير المؤمنين لقد خرج الشيطان، خلاص جزاك الله خير، أنا تبت إلى الله عز وجل. فكتب إلى أبي موسى الأشعري في العراق أن اجعله على قتب بعير. عارفين إيش القتب البعير؟ يعني سنام بعير بدون رحل، واجعل ظهره إلى دبر إلى واجعل رأسه وجهه إلى دبر البعير، وطف به في المدينة كلها. هذا أدبا لمثل هذا، حتى لا ينشر زندقته وبدعته وتلبيسه على عباد الله. نعم.